بسم الله الرحمن الرحيم. من استاد القاهرة الدولي وكل عام وأنتم بخير. اليوم يفتتح الموسم الكروي الجديد 2007-2008 ولقاء السوبر المصري، لقاء النادي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر ونادي الإسماعيلي ثالث الدوري العام، لقاء هام جدا لكلا الفريقين في بداية مشوارهم لبداية الموسم الجديد اللي يبدأ إن شاء الله يوم الاثنين القادم، الإسماعيلي هنا في استاد القاهرة مع الزمالك والأهلي في بورسعيد مع النادي المصري. سريعا التشكيل، يمثل النادي الأهلي النهاردة عصام الحضري، قدامه شادي محمد، أحمد السيد، وائل جمعة في اليمين، إسلام الشاطر في الشمال، جيلبرتو في نص الملعب، حسام عاشور، معتز إينو وأول مباراة رسمية مع النادي الأهلي، ومحمد بركات قدامه محمد أبو تريكا ثم فيلافيو. أما نادي الإسماعيلي، محمد صبحي في حراسة المرمى، ليبرو هاني سعيد قدامه، الشيف عبد القدير، إبراهيم يحيى في اليمين، إسلام طاهر وأول لقاء مع النادي الإسماعيلي وانتقاله من النادي الترسانة، سيد معوض في الشمال، محمد حمص، صامويل جونسون، وعبد الله السعيد، وفي الهجوم عمر جمال ومحمد فضل. طاقم حكام اليوم حمدي شعبان الحكم الدولي، يعاون وليد شعبان، ناصر صادق حكام دوليين، محمد عباس حكم رابع من حكام الدرجه الاولى المتميزين، ويراقب اللقاء ايهاب لهيطه من لجنه المسابقه. ايهاب ناصر صادق النهارده جه المباراه بدل شريف صلاح اللي كان مقرر واصيب بشد عضلي، وناصر صادق هو الحكم المساعد النهارده. لقاء السوبر المصري رقم 7، ترى سيستقر في القاهره ام يذهب الى الاسماعيليه؟ الاهلي هو حامل اللقب 3 مرات، الزمالك مرتين، المقاولين مره، الاسماعيلي يبحث عن اول لقب. هنقول مع اول توقف كلا الفريقين ومين فاز امتى ومع مين. على يمنا الاهلي، على شمالنا الاسماعيلي، بدايه هادئه وكره في نص الملعب مع النادي الاهلي، ترجع ورا على طول ويطلع الدفاع شادي، توصل على طول ناحيه اليمين، هجمه سريعه للنادي الاهلي من اليمين ملعوبه، بدايه اسلام مش محمد بركات، بوش رجله على طول بيلعب لابو تريكا، عايز يستلم ابو تريكا ويلعب لمين؟ لفلافيو، اتقطعت، توصل لاسلام طاهر، نص الملعب على طول ملعوبه، باصين طوال ناحيه ايش لمين؟ يقطع احمد السيد النادي الاهلي، يلعب باص طولي، حمص قاطع، ترجع تاني على طول، وهجمه للنادي الاهلي، ويقود لقاء الاسماعيلي النهارده فوزي جمال، كابتن طه بيصري، نتمنى له التوفيق ويبدا المشوار بعد هذا اللقاء. مانويل جوزيه هو المدير الفني للنادي الاهلي، تماس للنادي الاهلي، اشاره وليد شعبان وجيلبرتو على رميه التماس، اقرب توقف هنقول البدلاء هنا وهنا، شادي محمد كابتن النادي الاهلي، ترقيصه ملهاش لازمه، تطلع وتبقى لمن التماس لصالح نادي الاسماعيلي. اسلام طاهر منتقل من الترسانه الاسماعيلي، يلعب على طول، محاوله للترقيص تتقطع، توصل على طول للنادي الاهلي، جيلبرتو يستلم، جيلبرتو مضغوط عليه، يلعب باص على طول، احمد السيد يطلع كره طويله لفلافيو، فلافيو بالراس على طول مقطوعه، لكن قطع على طول محمد بركات، مكمل بركات، محمد بركات عايز يعدي، يلعب الباص لمعتز زينو، عايز يكمل، الضغط عليه تتقطع، توصل لابراهيم يحيى، مضغوط على ابراهيم يحيى، عايز يلعب لمين؟ لعب بزحلقه تطلع وتبقى رمي التماس. تماس لصالح النادي الاهلي، هيلعب بركات، فلافيو بركات على طول، ابو تريكا لفلافيو مقطوعه، تبدا تاني مع النادي الاسماعيلي، عبد الله السعيد يبدا هجمه سريعه للنادي الاسماعيلي، عمر جمال، محاولات للنادي الاسماعيلي والضغط على طول، تقطع معتز زينو، جيلبرتو ضغط تاني، توصل لاسلام طاهر في اليمين، بيحاول يعدي اسلام، عدى اسلام من اليمين، يلعب العرضيه وعلى طول بيطلع شادي محمد، وتماس لنادي الاسماعيلي، تماس جنب الرايه الركنيه لصالح نادي الاسماعيلي، وادي شادي كابتن النادي الاهلي، هيلعب على التماس اسلام الطاهر، لعب على طول لمحمد فضل، على طول بترجع باصين ثلاثة للنادي الإسماعيلي، محاولة وترقيصة وتتكمل من ناحية اليمين، الضغط عبد الله مقطوعة، أحمد السيد استنى شوية، باص قصير، حمص، حمص بيلعب ناحية اليمين، عمر جمال عايز يعدي، لم كورته بيلعب بكعبه مقطوعة، أحمد السيد طويلة، ترجع على طول من إبراهيم يحيى، توصل لحمص، باص طولي، باصين ثلاثة النادي الإسماعيلي، هيتلعب العرضية فين؟ رايح إسلام طاهر، إسلام الضغط عليه أحمد السيد، قطع
لسه الكرة في اللعب تطلع تبقى ضربة ركنية، ضربة ركنية، الركنية الأولى لصالح النادي الإسماعيلي، أول 5 دقايق في اللقاء وركنية للنادي الإسماعيلي، أول ضربة ركنية تتلعب قصيرة لعمر جمال لسيد معوض، سيد معوض بيغير اللعب الناحية التانية برجله الشمال تطول توصل لإسلام الشاطر، إسلام يلعب على طول لفلافيو، استلم فلافيو عنده مساحة يكمل، فلافيو وقف على كورته دخل لجوه بيلعب لمين؟ لعب لإسلام لفلافيو تاني بيدور فلافيو باص طولي مقطوعة ترجع تاني وتطلع وتبقى رمي التماس. السوبر بدأ بدايته كانت سبتمبر 2001 كانت أول مباراة الزمالك والمحلة وفاز الزمالك في الوقت الإضافي 2-1. لسه التماس هيتلعب السوبر الثاني سبتمبر 2002 زمالك ومقاولينه وفاز الزمالك 1-0. السوبر الثالث أغسطس 2003 الزمالك وأهلي والأهلي فاز 3-1 بركلات الترجيح. تتلعب الكرة في نص الملعب مقطوعة من جونسون بيلعب لفضل، فضل عايز يلعب ناحية عمر جمال ضغط على طول أحمد السيد يرجع لعصام الحضري، عصام بيلعب كرة طويلة في نص الملعب على طول شيف عبد الفضيل مع فلافيو تتلعب توصل على طول لهاني سعيد، هاني سعيد بيلعب لجونسون وجونسون بيلعب ناحية الشمال لسيد معوض، سيد معوض وعايز يعدي سيد هيلعب لمين؟ سيد معوض لسه الكرة مع سيد معوض عايز يعدي الضغط وائل الجمعة قطع توصل لحسام عاشور، شادي محمد شادي باص طولي لحية بركات وعلى طول ادى تحت الفرصة حمدي شعبان توصل الكرة لحسام عاشور ماشي حسام ماشي حسام عايز يعدي هاني سعيد قاطع احتفاظ بالكرة كتير هنا وهنا فرقتين مهمة جدا المباراة ديت زي ما قلت عندهم بعد كده الدوري ثم يسافروا ان شاء الله الاهلي عنده الجولة الخامسة مع الهلال السوداني والاسماعيلي عنده الجولة التالتة مع دولفين. الاهلي يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط 3 فوز وخسارة من الترجي والاسماعيلي تعادلين مع المريخ في القاهرة ومع كوارا في نيجيريا. طويلة توصل على طول لهاني يرجع على طول لمحمد صبحي، صبحي على طول الضغط عليه ما يقدرش يمسك لعب كرة طويلة مقطوعة نادي الاهلي تبدأ على طول ناحية اليمين لإسلام، إسلام الشاطر هيلعب العرضية إسلام لعب العرضية على طول جونسون بيطلع توصل لفلافيو على صدره عايز يلعب باص ما تظبطش أبو تريكا بالرأس تتقطع توصل لجيلبرتو، جيلبرتو عايز يعمل هات وخد وعاوز يعدي لسه جيلبرتو لسه جيلبرتو اتقارت معاه اتقارت معاه على طول والرقابة وتطلع وتبقى ضربة ركنية إسلام الطاهر معاه وتبقى ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي. الركنية الأولى للأهلي 1-1 مفيش حد أحسن من حد، ركنية للنادي الأهلي هتتلعب من معتز إينو من أبو تريكا هنشوف هتتلعب إزاي فيها اللفة الخفيفة اتلعبت على ايام القريب فلافيو رايح لسه معديه ولسه برضه خطر تاني والجمعه فرصه كبيره للنادي الاهلي والجمعه شوفوا الراجل فين في الدقيقه الثامنه واول فرصه حقيقيه في اللقاء والجمعه وصلته الكوره سهله ادي اللعبه اهي ادي اللعبه اهي 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 وبوش رجله بره وضربه مرمى محمد صبحي. السوبر الخامس او الرابع سبتمبر 2004 الزمالك والمقاولين وفاز المقاولين 4-2. الخامس يوليو 2005 اهلي انبي الاهلي فاز 1-0 والسادس يوليو 2006 الاهلي وانبي وفاز الاهلي 1-0. 3 مرات اهلي مرتين زمالك مره مقاولين وهذا هو السوبر رقم 7. اتلعبت على طول مقطوعه هاني سعيد استلم ومكمل هاني يلعب على طول لعبد الله لهاني السعيد تاني عايز يغير لعب باص طولي ورايا وصفاره وتسلل وليد شعبان رايا حمدي شعبان صفاره وتسلل ادي عمر جمال كان في موقف التسلل في الكره اللي فاتت و 9 دقايق واول 10 دقايق اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه في هذا اللقاء والتعادل السلبي بدون اداء جمهور اقل من المتوقع لمثل هذه المباريات لكن نتمنى الجماهير تملا الملاعب من الاثنين الجاي بدايه الدوري المصري. بدايه قويه للدوري زمالك واسماعيلي في استاد القاهره ومصري واهلي في بورسعيد. ايضا كل امنياتنا للمصري ولطلاع الجيش بالتوفيق في البطوله العربيه. تتلعب الكوره توصل ناحيه اليمين
نص الملعب حمص كابتن نادي الاسماعيلي بيلعب باص ما اتظبطش تطلع وتبقى رامي التماس للنادي الاهلي. جيلبرتو يلعب جيلبرتو بيوصل على طول لابو تريكا بيهرب من الرقابه ورا يلعب على طول تاني بترجع لشادي يغير اللعب وائل جمعه ناحيه اليمين وائل جنبه اسلام بيفكر وقف على كورته وقف ورجع لعب لشادي باص قصير شادي بيكمل لسه الضغطه لسه الضغطه قطع نادي الاسماعيلي باص مش مظبوط تاني ضغطه تاني واتقطعت احمد السيد عصام الحضري عصام الحضري شوت كرة طويلة نص الملعب معدية توصل لمحمد صبحي استلم محمد صبحي محمد بيهدي اللعب هنشوف بعد حوالي 12 او 10 11 دقيقة نادي الاسماعيلي كده في تشكيله الاثنين بيدونا ليبرو والاثنين بيلعبوا بطريقة واحدة تقريبا بمهاجم صريح فلافيو في الاهلي وفضل في الاسماعيلي وتحت منه عمر جمال في الاسماعيلي وابو تريكه في الاهلي لكن هنشوف على الورق شيء والمهام المكلف بيها هنا وهنا الفريق وائل جمعه عصام الحضري قلشة تطلع ولا ايه لا والله لسه في الملعب توصل ناحيه اسلام يلعب بالراس ترسل تاني للنادي الاهلي ترجع لعصام الحضري شاط كره طويله فيلافيو وشريف يلعب توصل لجونسون شوفوا الراجل ده فين يلعب على طول لاسلام وفي واقع كده فلافيو والحكم على طول بروح رياضيه اللعيب الاسماعيلي بيطلعها وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي اكيد طبعا هتتلعب وتطلع تاني للنادي الاسماعيلي مباراه الروح الرياضيه عاليه فيها فلافيو كده الجزمه اتقلعت الحكم بيديله لازم يربط جزمته اتلعبت التماس وبركات على طول بنفس الروح الرياضيه بيطلع وتماس لنادي الاسماعيلي تماس للنادي الاسماعيلي يلعب اسلام طاهر على طول بيلعب لجونسون جونسون راني الاسلام في نص الملعب فضل استلم محمد فضل محمد فضل بيلم نجوم كتير في الفريقين لعبوا هنا وهنا وفاول لصالح نادي الاسماعيلي فضل الاهلي لعب وانتقل للاسماعيلي والفاول على معتز زينو بركات واسلام الشاطر من الاسماعيلي وانتقلوا الاهلي سيد معوض هيلعب لمين سيد وعايز يعدي من ناحيه الشمال سيد وضغط على طول بين اسلام اتلعبت ورا تتلعب تاني لسيد معوض عايز يكملها قطع على طول دفاع النادي الاهلي ترجع على طول مقطوعه والحكم بيقول يلعب مفيش حاجه توصل لشريف شريف يلعب على طول ورا الحمص حمص يغير الناحيه الثانيه لعمر جمال وعمر جمال عايز يعدي الضغط عليه اسلام قطع اسلام الشاطر ويلعب باص تتقطع في السكه من حمص ترجع قصيره توصل على طول ناحيه الشمال ملعوبه حلوه لبركات بركات وجونسون واضح ان جونسون بيلعب مع بركات صامويل جونسون وفاول فاول صعب فاول صعب على طول مدي القرار حمدي شعبان والانذار الاول والانذار الاول لجونسون واضح بقول لحضراتكم في مهام هنا فوزي جمال مديها وجونسون الانذار الاول في الدقيقة 13 جونسون انذار مع محمد بركات في مهام هنا بركات يبقى معاه جونسون على طول ابو تريكا هنشوف هيلعب مع مين المباراة بتبين لنا فيلافيو على طول شريف عبد الفضيل قوة مع قوة زي محمد فضل الناحية الثانية على طول هنلاقي معاه وائل جمعة او احمد السيد ادي جونسون والانذار وادي عمر جمال راجع والفاول لصالح النادي الاهلي وحمدي شعبان جنب اللعبة وبيدي العشرة يردات وجيلبرتو على اللعبة لسه جيلبرتو وادي محمد صبحي بيدي تعليماته هتتلعب كده من جيلبرتو البركاء لأبو تريكا جنبه ولا هيلعب على طول هنشوف اتلعبت له وسقط كرة طويلة محمد صبحي سهلة فيه صبحي حارس مرمى نادي الاسماعيلي بيلعب على شماله على طول يبدا نادي الاسماعيلي ابراهيم يحيى وقف على كرة جونسون استلم صامويل جونسون جونسون نص الملعب ماشي بيلعب لحمص وياخد تاني ويلعب ناحيه الشمال جيلبرتو قاطع تتلعب على طول توصل لمحمد بركات من الشمال بركات طلع له على طول جيلبرتو اتعملت لجيلبرتو عمل العرضيه حبص بالبوكس على طول ترجع تاني للنادي الاهلي توصل لحسام عاشور باص مش مظبوط تتقطع
ترجع تاني برضو للنادي الاهلي، محاولات للنادي الاهلي. معتز اينو، اينو سلام، معتز اينو يلعب لجيلبرتو، جيلبرتو اسلام، يرجع تاني لمعتز اينو، اينو بيرجع ورا احمد السيد، احمد السيد ماشي بيلعب لحسام عاشور، حسام عاشور لاسلام طاهر، اسلام طاهر يغير تاني في نص الملعب لمؤينو، معتز يلعب لاحمد السيد بيكمل من ورا، معتز داخل احمد السيد مكمل معاه، توصل على طول بره ابو تريكه لافف بره ومدي الفاول ولا مدي ضربه ركنيه، حمدي شعبان مدي على طول لمست وضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. الركنيه الثانيه للاهلي، ركنيتين للاهلي حتى الان، واحده للاسماعيلي. وادي اللعبه ايه؟ وادي لفه ابو تريكه، وادي التصويه ولمسه وتطلع وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي. انتقل جيلبرتو يلعبها برجله الشمال، يبقى فيها اللفه الخفيفه. جيلبرتو بيلعب المره دي قصيره وياخد تاني، يلعب العرضيه، لعب العرضيه، يطلع دفاع الاسماعيلي على طول، توصل ناحيه الشمال تطلع تبقى رمي التماس للنادي الاهلي. تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، هيلعب اسلام، يلعب لبركات وياخد تاني، ترجع ورا شادي محمد، وائل جمعه، شادي محمد، شادي وقف على كورته، شادي لسه، شادي محمد يلعب لوائل جمعه، مش مظبوطه، تطول وتطلع وتبقى رامي التماس لصالح النادي الاسماعيلي. تماس للاسماعيلي يلعبها سيد معوض، دخلنا على 16 دقيقه اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه، والتعادل السلبي بدون اهداف في لقاء السوبر المصري رقم 7. نص الملعب على طول، عبد الله السعيد ماشي، عبد الله يلعب على طول لحمص، حمص لاسلام، بيفكر اسلام عايز يعدي، عملها من ورا جيلبرتو وراح احمد السيد مبدا السلامه، يطلع على طول وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاسماعيلي. اسلام يلعب، عمر جمال، عمر يلعب على طول لحمص، حمص بيفكر يلعب لمين، وقف على كورته تاني، لعب لاسلام ناحيه اليمين، يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه الحضري سهله ماس الدين، عايز يعمل هجمه المرتده، شاط كره طويله معديه توصل سهله ناحيه محمد محمد مستنى محمد صبحي، لكن على طول ابراهيم يحيى يلعب ناحيه الشمال لجونسون، جونسون يلعب وياخد تاني، يلعب في نص الملعب لحمص، حمص يلعب باص على طول لسيد معوض، سيد معوض وداخل لجوه، لعب لاسلام طاهر ماشي، اسلام يلعب لسيد معوض، انتقل ناحيه اليمين سيد، سيد بيدور يجيب على شمال وعايز يجرب، عايز يجرب، عايز يجرب وفوق وضربه مرمى، بقول من الصبح عايز يجرب، لم وخد على شماله وراح وشاط العدله ما ظبطتش معاه، تطلع وتبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. عصام الحضري، شاط الحضري كره طويله، ابو تريكه على طول معاه ابراهيم يحيى، لسه الكره في اللعب، هاني سعيد اقرب معاه مع ابو تريكه، تخبط في هاني وتطلع وتبقى رامي التماس للنادي الاهلي. جيلبرتو على التماس، جيلبرتو لسه هيلعب لمين؟ جيلبرتو لعب لفلافيو، فلافيو يرجع ورا على طول، حسام عاشور، حسام يغير اللعب الناحيه الثانيه ناحيه محمد بركات، جونسون معاه على طول كازيلو، توصل الكرة في نص الملعب، معتز اينو بيلم نفسه، بيلم نفسه، معتز يلعب على طول لاحمد السيد، احمد السيد داخل معاه فضل، يلعب باص طولي على طول، ملعوبة حلوة، باصتين ثلاثة لاينو، اينو وعايز يجرب وحلوة، حلوة فيها عنصر المخادعة وتطلع وتبقى ضربة مرمى. معتز اينو صاحب تصويبات قوية، خطف لنفسه وشاط، مفاجأة حلوة لكن جنب القايم وضربة مرمى للنادي الإسماعيلي. ضربة مرمى النادي الإسماعيلي هيلعبها محمد صبحي، بيهدي اللعب صبحي، داخلين على تلت ساعة أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة، والتعادل السلبي بدون أهداف الأهلي والإسماعيلي، والسوبر السابع للكرة المصرية. كرة طويلة، فضله أحمد السيد، أحمد السيد يلمس، وائل جمعة استلم، وائل، وائل جمعه بيقص طولي على طول، معديه توصل لهاني سعيد، هاني سعيد نص الملعب لحمص ناحيه الشمال على طول، ملعوبه لابراهيم يحيى عايز يعدي ويلعب هات وخد، توصل تاني سيد معوض، باصه تاني طويله، وائل جمعه في السكه على مرتين، تطلع وتبقى رامي التماس لصالح النادي الاسماعيلي. تماس للاسماعيلي هيلعبها سيد معوض،
لعب وخد تاني سيد معوض يلعب هات وخد مع عبد الله السعيد لحمص لعبد الله عمر جمال عمر هو اللي مستلم عمر وداخل لجوه عمر عايز يعمل هات وخد تاني مقطوعه على طول تطلع طويله وتاني محاوله تطلع سيد معوض عايز يلم من نفسه تطلع وتبقى في مدي فاول لصالح الاسماعيلي. حمدي شعبان جنب اللعبه ومدي قرار بفاول لعبت على طول عمر جمال باصتين ثلاثه عبد الله السعيد يغير لاسلام وجلبرتو زحلقه وقاطع توصل لابو تريكه بركات وجونسون بركات يلعب على طول لحسام عاشور حسام عاشور يطلع وائل جمعه من ورا اول ما بتتقطع الكره فرقه الاسماعيلي كلها عامله دفاع منطقي وائل جمعه اسلام الشاطر اسلام بيغير على طول ويلعب لينو ينو على طول حسام عاشور ماشي حسام وشاط وفوق وضربه مرمى حسام عاشور شاط فوق ضربه مرمى للنادي الاسماعيلي محمد حمود بيحاول في نص الملعب لو بصينا هنلاقيه بيبقى فيه مهام كده مع حسام عاشور لكن اول مره حسام يكمل ويشوط صبحي على ضربه المرمى هنلاقي في تكتيك كابتن فوزي جمال المدير الفني النهارده والقائم بعمل المدير الفني النهارده النادي الاسماعيلي مهام محدده لاكثر من لاعب في النادي الاسماعيلي نتابع مع بعض واكيد تبان اكتر مع الاستوديو التحليلي معتزين اسلام معتزينو على طول باصين ثلاثة جيلبرتو يلعب لبركات جيلبرتو بركات ينتقل من اليمين للشمال باصين ثلاثة حلوين الرابعة أحلى جيلبرتو ضرب بيها الدفاع العرضية فوق مش مظبوطة توصل في إيد محمد صبحي باصين ثلاثة حلوين على طول توصل الباصة الأخيرة مش مظبوطة محمد صبحي يلعب كرة طويلة ناحيه الشمال ادي على طول قام مانويل جوزيه مش عاجباه الباص باينه جدا ورد فعل حسام البدري كمان تماس للاسماعيلي سيد معوض على التماس الناحيه الثانيه برضو فوزي جمال على طول وتعليمات يلعب مستني يستلم تاني تتلعب عبد الله السعيد عبد الله يلعب وتتلعب في النص حلوه الحمص وحمص يلعب لهاني سعيد جاي من ورا هاني سعيد بيصعد لفضل في المساحة لكن شادي قافل ويلعبها على طول توصل لشادي شادي بيكمل على طول باص طولي اقرب على طول وقاطع ابو محمد بركات وجونسو برضه بيدور عليه عدى بركات وماشي بركات باص مش مظبوط اتقطع تبدا هجمه على طول للنادي الاسماعيلي محاوله عمر جمال يلعب على طول وتتلعب العرضيه حلوه وفرصه ضايعة للنادي الاسماعيلي عصام الحضري لعبه حلوه ملعوبه في مكان خالي جدا اهي اللعبه مفيش حاجه خالص فيها حمص عاملها وادي الراجل رايح مش مظبوطه مين هنشوف مين تاني الباصه دي كانت فرصه كبيره عبد الله السعيد تاني كره ملعوبه لسه اللعبه ابراهيم يحيى بيحاول لسه مدي حمدي شعبان ايه مدي الفاول لصالح مين هنشوف واقع بركات واقع ومعاه كان شريف عبد الفضيل ادي بركات وادي الكره اللي فاتت اسلام والزحلقه بتاعته وبركات في الكره اللي قبلها مع جونسون اكتر من لعبه ام ابو تريكه وكان مصفر مدي كده خطوره كان وعشان كده عمل اسقاط تتلعب الكوره وادي الفرصه بتاعت عبد الله السعيد الكبيره اللي ضاعت سيد معوض نص الملعب على طول ترجع له تاني سيد وعبد الله السعيد تتلعب لعبد الله عبد الله السعيد هيغير لمين اتلعبت على طول وتاني تمشي وحلوه الفضل وفضل وشاط باص مش مظبوط مش شاط باص على عصام الحضري بركات فرصتين سرعة للنادي الاسماعيلي يرد النادي الاهلي بهجمه سريعه ادي على فضل فرصه مش مظبوطه معتزين ويلعب لمحمد ابو تريكه مع الشيف عبد الفضيل على طول باينت قدامنا فيلافيو ادي الشيف عبد الفضيل لسه بقول مع الشيف عبد الفضيل على طول شريف عبد الفضيل يبقى دي المهمه الثانيه اللي باينه لنا شريف عبد الفضيل مع محمد بركات في اي مكان يبقى على طول ابراهيم يحيى بيلعب مع مين مع فيلافيو تماس لصالح النادي الاهلي
ولا فاول، ادى فاول جيلبرتو، ادي كره فض توصل لمعتز زينو، لم معتز وماشي، ادي معتز يغير اللعب لفلافيو، فلافيو طالما استلم يبقى ابراهيم يحيى على طول رايح له، فلافيو ابراهيم يحيى دخل فلافيو لجوه وشاط وحشه بره ضربه، مفاتيح لعب على طول باينه في الاسماعيلي، ابراهيم يحيى يساوي فلافيو، صامويل جونسون يساوي بركات، شريف عبد الفضيل يساوي ابو تريك، مهام محدده بيننا. دخلنا على الدقيقه 25 بدانا الدقيقه 26 من احداث الشوط الاول والتعادل السلبي بدون اهداف الاهلي والاسماعيلي، وادي على طول احمد السيد مع محمد فضل، يبقى هنا مفاتيح وهنا مفاتيح، مباراه مقفوله شويه، وائل جمعه يلعب توصل على طول لمعتز زينو، حاول بيلمها مرت على مرتين، فكر حسام عاشور اتقطعت، توصل تاني للنادي الاسماعيلي، عبد الله السعيد يسيب لحمص، لعب تخبط ترجع تاني لهاني سعيد، هاني بيلعب باص على طول توصل لفض في رايه وصفر على طول، الراجل مجرد ما اتحرك وليد شعبان في المرصاد مدي الرايه اهي، وقف هو الراجل استنى، اول ما اتحرك ادى الصفار، لعبت الباص ترجع لشادي، اتضغط عليه لعجع لعصام الحضري، عصام الحضري طلع من جوله بيدي مساحه لان لعيبه الاسماعيلي كلها راجعه دفاع منطقه، وبيلعب كره طويله فيلافيو وابراهيم يحيى، فيلافيو يا دوبك بيلمس ناحيه اليمين ناحيه اسلام وجيلبرتو، جيلبرتو بالكعب على طول يلعب لابو تريكا، ابو تريكا لفيلافيو، فيلافيو عايز يلعب لمين؟ لم كورته وقف عليها بيسقط جوه مش لحد توصل لمحمد صبحي. محمد صبحي ادي الشريف عبد الفضيل بيدي توجيهات بيلعب على طول مع محمد ابو تريكا، وعلى طول محمد صبحي بيلعب كره طويله وعلي احمد السيد على طول قبل محمد فضل، ملعوبه ترجع تاني في السكه نص الملعب اينو، وترجع لجيلبرتو من راس حمص، جيلبرتو مضغوط عليه من جيلبرتو مضغوط عليه، احمد السيد بيلعب الكره الطويله فيلافيو، استلم فيلافيو قبل ابراهيم يحيى بتضغط عليه حمص، رجع توصل لمين؟ مدي ضربه حره غير مباشره حمدي شعبان لصالح النادي الاهلي. ضربه حره. ادي اللعبه اتعادت وباينه جدا، ضربه حره مدي حمدي قرار حتى الان قراراته سليمه، توصل لمحمد ابو تريكه، ابو تريكه بيغير اللعب بيلعب الكره العرضيه تتقطع من الدفاع ترجع في نص ملعب عبد الله السعيد، يلعب باص ناحيه اليمين ملعوبه على طول والسرعه في التحرك لكن سهله توصل لاحمد السيد، شادي محمد وائل على يمينه لعب لوائل جمعه، واول ما بتتقطع الكوره فرقه الاسماعيلي زون ديفنس تبتدي تضغط من نص ملعب، محمد بركات وشوفوا جونسون معاه على طول، بركات يرجع لشادي محمد، شادي وائل جمعه فتح في اليمين استلم عنده مساحه يكمل، عنده مساحه يكمل لعب لفلافيو، فلافيو مع ابراهيم يحيى قطع ابراهيم يحيى ترجع لاسلام، اسلام يلعب لمعتز اينو، اينو يلعب لحسام عاشور، حسام عاشور طلع له احمد السيد كمل معاه احمد السيد، احمد السيد يلعب على طول هات وخد مع بركات، احمد السيد مقطوع من اسلام رايحه ناحيه فيلافيو وسيد معوض، فيلافيو لم عايز باصه مش مظبوط ابراهيم يحيى قطع ترجع تاني معتز اينو يلعب لفلافيو، فيلافيو لاينو، اينو اسلام فاتح له في اليمين لعب لاسلام الشاطر، اسلام وسيد معوض، اسلام وسيد لسه اسلام لعب رجله الشمال كره عرضيه وسياره تتقطع توصل لمحمد فضل، فضل بيلعب لحمص، حمص بيلعب ناحيه اليمين لعمر جمال، عمر جمال هرف بالرقابه من وائل ولعب تخبط في وائل لسه الكره في اللعب، توصل لعبد الله السعيد، عبد الله بيلعب لسيد سيد معوض، سيد عايز يعدي سيد يلعب ناحيه عمر جمال لسيد بالكعب مقطوعه، مقطوعه توصل للنادي الاهلي، وبرده معتز زينو يستنى على كورته تتقطع توصل لعمر جمال، عمر يغير اللعب ناحيه اسلام طاهر، اسلام وجيلبرتو جاي له، جيلبرتو جاي معاه باصه مش مظبوط بركات قطع على طول تبدا هجمه حسام عاشور مش مظبوط، جونسون مس باص كتير جدا توصل الكره او باصات المقطوعه كتير جدا تتقطع توصل ناحيه سيد معوض في الشمال، سيد واسلام، سيد يسقط جوه عمر جمال جنب الايم، حلوه عمر جمال جنب الايم، فرصه ضايعه لنادي الاسماعيلي، ادي كره سيد معوض
وادي عمر جمال بالراس جنب القايم وفرصه للنادي الاسماعيلي. اهي اللعبه تاني، وادي عمر جمال بالراس جنب القايم وفرصه. بدلاء نادي الاسماعيلي النهارده محمود شبري في حراسه المرمى، عبد الله الشحات، احمد سمير فرج، سيد السعدوني، احمد خليفه، محمد محسن ابو جريشه، مصطفى كريم اللاعب العراقي. اما بدلاء النادي الاهلي النهارده فامير عبد الحميد، اسامه حسني، رامي عادل، احمد شديد، محمد محمود، احمد عادل ابراهيم، و بدلاء هنا وهنا، والفاول لصالح نادي الاسماعيلي. مكان كده ادي عمر جمال صاحب الكوره اللي فاتت بالراس، وهنشوف الفاول هنا مين اللي هيلعب. في اكتر من لاعب، شريف عبد الفضيل جنب اللعبه واكتر من لاعب، وادي الجماهير بقى والبدع الكرويه، وهنشوف هتتشاط ولا ايه. وسيد معوض جنب اللعبه، وادي الحضري وتوجيهاته، هنشوف اللعبه دي هتتلعب هتتشاط ولا ايه. دقيقه 30، نص ساعه، وشريف وفوق العارضه، فوق العارضه، وضربه مرمى للنادي الاهلي. شريف عبد الفضيل اهو راجع صاحب تصويبات قويه، وفوق العارضه وضربه مرمى. عصام الحضري يلعب، الحضري كره طويله، ابراهيم يحيى يلعب، ترجع لمعتز اينو، استلم اينو، يلعب لفلافيو ناحيه اليمين، فلافيو عايز يعدي، فلافيو عايز يعدي مع ابراهيم يحيى، لسه فلافيو، يلعب لاسلام الشاطر، لفلافيو تاني في اليمين، وفلافيو بيلعب العرضيه وتعدي الناحيه التانيه لجيلبرتو، وبالعرض معديه، ومدي ايه، مدي ضربه مرمى، لكن في لاعب من الاسماعيلي واقع، ان شاء الله يكون سليم. لعيب من الاسماعيلي واقع، ادي كوره جيلبرتو ملعوبه قويه معديه الناحيه التانيه، ابو تريكه كان عايز يلحق ملحيشي، وفي لاعب من نادي الاسماعيلي واقع، ان شاء الله يكون سليم ويكمل. لسه في لعيب واقع، قام الحمد لله سليم، ما استدعاش العلاج الطبيعي، ينزل ولا الدكتور، وهنلعب تاني. محمد صبحي ضربه المرمى، محمد صبحي هيلعب ضربة المرمى للنادي الإسماعيلي. مباراة حتى الآن نظيفة، إنذار وحيد لجونسون، لكن روح رياضية عالية من الفريقين والجماهير، وهدوء يمكن مش على مستوى الأداء، بساط كتير، لا دي جمهور باين على طول الهدوء، لكن حتى الآن ما فيهاش فرص حقيقية ضاعت من الفريقين. إسلام عايز يلحق، لعبها في جيلبرتو، خد رمية تماس، تماس، وادي فوزي جمال جنبه على طول بيديله تعليماته، المدرب العام النهارده بيقود الفريق كابتن طه بسر يتولى المهمة، وبالتوفيق ليه إن شاء الله في الدوري العام. باصتين ثلاثة للنادي الإسماعيلي، وصفارة وفاول لصالح نادي الإسماعيلي. فاول إسماعيلي الحقيقة من الفرق المميزة، بتقدم كرة جميلة، نادي الأهلي بطل الدوري، اتنين فرقتين كبار، أدي كرة إسلام، وأدي الفاول اللي خده مع حسام عاشور. نتمنى للاهلي والاسماعيلي التوفيق في البطوله الافريقيه، ونتمنى للمصري وطلائع الجيش التوفيق في البطوله العربيه، ونتمنى لنادي الزمالك التوفيق في البطوله الافريقيه الجديده. كل ما زادت المستوى كل ما استفاد منتخبنا الوطني ان شاء الله. سيد معوض منقول يلعب برجله الشمال، يبقى فيها اللفه الخفيفه. سيد معوض هيلعب، سيد لسه، ولعب سيد معوض الكره العرضيه الناحيه الثانيه، عمر جمال جول، يا 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 حمص، محمد حمص جول. سيد بيلعب، عمر بالراس معديه، حمص في الميعاد، والدقيقه 34، والتقدم اصفر والاعلام الصفراء، وهدف اسماعيلاوي محمد حمص. محمد حمص كابتن فريق، الدقيقه 34، دقيقة 34 هدف محمد حمص. ادي اللعبة اهي، شوف، وادي الخطأ للدفاع وعصام الحضري، وادي في الميعاد حمص والهدف. ادي عمر جمال، ادي الراس، ادي خطأ عصام الحضري، ادي حمص في الميعاد في الدقيقة 34، الاسماعيلي 1 الاهلي لا شيء. لسه المباراة بدري كتير جدا. اعتقد الهدف ده هيدي اداء للمباراة، هيدي شكل، هيدي حركه شويه. نادي الاسماعيلي، ادي كره الاول سيد معوض، ادي على طول عمر جمال، ادي حمص على طول بسهوله، جول جميل للنادي الاسماعيلي من ثلاث جمل. نادي الاهلي فكر مانويل جوزيه، حسام البدري، نادي الاسماعيلي فوزي جمال بيلعب بفكر باين من اول مباراه، بيامن، بيلعب على الهجمات المرتده، هنشوف هنا وهنا. كرة على طول، ابو تريكه استلم، لعب العرضيه، جونسون، شوف الراجل فين بيطلع، توصل على طول معتز اينو، توصل لحسام عاشور، حسام عاشور لاحمد السيد،
احمد السيد لجيلبرتو، جيلبرتو يلعب الباص مش مظبوط، هاني سعيد قاطع، هاني على طول بيلعب، عمر جمال تاني لنادي الاهلي، معتز زينو، معتز استلم، معتز يلعب على طول لابو تريكا، اتضغط عليه، توصل ناحيه اسلام، عدى اسلام، سيد معوض، انذار سيد معوض، رايح له حمدي شعبان، شكل الكارت في ايده على طول باينه جدا ومش مقصوده طبعا، لكن واحد هايش رجله وحمدي شعبان، وادي الانذار لسه بقول لحضراتكم باينه جدا، الانذار الثاني سيد معوض، لكن هي كوره طولت اهي اهي الرجل والانذار على طول، انذارين وهدف، حصيله 36 دقيقة اعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة حتى الان، الانذارين جونسون وسيد معوض والهدف محمد حمص والثلاثة الاسماعيلي. فاول للنادي الاهلي من ناحية اليمين. فاول للنادي الاهلي، اتلعبت عرضية مش ممكن مش ممكن، مين احمد السيد؟ احمد السيد فين يا جماعة وبيضيع جول؟ يا على الكورة احمد السيد، ادي كرة ابو تريكة معدية معدية، قال شاب من هاني سعيد، وفين احمد السيد؟ وهدف ضايع للنادي الاهلي، ضربة مرمى، محمد صبحي في الميعاد هيلعب ضربة المرمى للنادي الاسماعيلي. حمص، لعب محمد حمص، كرة طويلة وعالية، احمد السيد معدية الاثنين، توصل شادي على طول، جيلبرتو، حسام عاشور، جيلبرتو ادى تحت الفرصة، أحمد السيد، حمدي شعبان ادى تحت الفرصة، وائل جمعة كرة مع النادي الأهلي، أبو تريكة، إسلام الشاطر، إسلام عايز يعدي، لعب لأبو تريكة، وأدي شريف معاه على طول، لعب لإينو، إينو لحسام عاشور، حسام عاشور غلط، إسلام قاطع، حسام بيكمل، زحلقة تطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الإسماعيلي. تماس للنادي الاسماعيلي، اتلعبت على طول لحمص صاحب الهدف كابتن الفريق، هاني سعيد، هاني طريسه حلوه، هاني هيلعب لمين؟ هاني سعيد عايز يكمل، يلعب على طول لمحمد فضل، وقف على كورته ودخل له جوه، لعب لاسلام، اسلام ورا على طول لشريف، شريف بيلعب لابراهيم يحيى، ابراهيم يحيى وعايز يرقص، عدى ابراهيم يحيى، لسه ابراهيم يحيى، لعب لحمص، تاني لاسلام، خمس ست باصات وتماس لصالح نادي الاسماعيلي. ثقة بعد الهدف للعيب الاسماعيلي، واسلام هيلعب رمية التماس، لعب لحمص، حمص بيلعب باص طولي، شادي محمد بيرجع، فيلافيو وجونسون، فيلافيو على طول تلمس، هو الفاول لصالح فيلافيو. صفارة حمدي شعبان جنب اللعبة والفاول لصالح النادي الاهلي. فاول لصالح النادي الاهلي، هيلعب احمد السيد، سبع البركات، بركات بيلعب على طول لجيلبرتو، جيلبرتو لسه، جيلبرتو هيلعب لمين؟ لعب لاحمد السيد، عايز يغير الناحيه الثانيه لوائل، لعب لشادي محمد، وشادي هو اللي هيفكر في وائل ورجع في كلامه تاني، لسه شادي، لعب باص طولي، جونسون سابها لاسلام، واسلام سابها لهاني سعيد، هاني سعيد ليبرو نادي الاسماعيلي، بيلعب باص قصير، بركات قطع، محمد بركات هيلعب لمين؟ لعب لحسام عاشور، ادى نفسه مساحه، وائل جمعه قدامه، لعب لوائل جمعه، اسماعيلي قافل كويس وضغط على طول، ولكن وائل قاطع لسه تاني، اتلعبت على طول لاحمد السيد، نادي الاسماعيلي بيعمل الضغط كويس، محمد بركات، بركات احمد السيد كمل، استلم احمد دخل لجوه، والحكم بيقول العب، تتقطع، تتلعب طويله على طول، توصل ناحيه وائل جمعه، مقطوعه وصل محمد فضل، محمد فضل وعايز يعدي، تطول وصفاره وفاول لصالح النادي الاسماعيلي. ادي كره احمد السيد اللي بيطالب فيها بفاول. حكم كان جنب اللعبه وقال العب. ادي اللعبه تاني. والفاول المره دي للنادي الاسماعيلي. ال 40 دقيقة اللي لعبناهم، الإسماعيلي قافل كويس، مأمن، ماسك مان كويس، بيعمل الزون، بيلعب بتحركات جيدة ناحية الهجوم. آدي على طول سيد معوض، بيكمل من الشمال، بيستغل الإسماعيلي الجبهة اليسرى، سيد معوض ومهارته والضغط عليه، وجنب اللعبة حمدي شعبان والتماس لصالح النادي الإسماعيلي. تماس للإسماعيلي، اتلعبت لورا. آدي اللعبة تاني. تتعادلين أكتر من مرة. بصين ثلاثة لحمص، حمص
كابتن النادي الاسماعيلي بيسقط حلوه ناحيه الشمال لسيد معوض، استلم سيد يقدر يلعب العرضيه، لعب قصيره تخبط وترجع، لكن لسه عمر جمال بيلعب تخبط تاني وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح النادي الاسماعيلي. تماس للنادي الاسماعيلي من ناحيه الشمال اتلعبت على طول، عمر جمال عايز يعمل هات وخد، عمل هات وخد جنب اللعبه على طول ومقطوعه للنادي الاهلي، توصل لاسلام الشاطر يلعب كره طويله ناحيه فلافيو، فلافيو بيلعبها لابو تريكا، ابو تريكا على طول ابراهيم يحيى قاطع، هاني سعيد، هاني بيطلع في نص الملعب بالكعب على طول ملعوبه ناحيه جونسون، تتقطع توصل لجيلبرتو، جيلبرتو بيلعب على طول لمحمد بركات، بركات بركات واسلام لعب تاني لجيلبرتو، بيلعب لابو تريكا لفلافيو، وفلافيو بيلعب لينو، معتز ينو عايز يجرب وشاط وغيرت اتجاهها في الدفاع، لكن برافو يا صبحي، شاط وغيرت اتجاهها في الدفاع وصبحي بيمسك على طول، تتلعب لسيد معوض، ادي التصويبه، ادي غيرت الاتجاه وادي على طول صبحي جنبها ومسك. حمص يلعب على طول، عمر جمال متحرك لعيب زي باقي بيتحرك يمين وشمال كتير، جيلبرتو قاطع لكن لسه عمر جمال ولسه لمسه يد على جيلبرتو لصالح النادي الاسماعيلي. ادي عمر جمال بيتحرك، لعيب بيتحرك كويس في الجناب يلعب يمين وشمال، بيستغله جيدا الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي. سيد معوض، سيد بيلعب العرضيه ناحيه فضل على طول، احمد السيد وائل بيكمل، بركات يلعب لمعتز ينو، معتز بيلم كورته مقطوعه توصل تاني لعمر جمال، عمر جمال سيد معوض على شماله لعب لسيد، سيد معوض عايز يلعب العرضيه، سيد معاه اسلام دخل لجوه لعب لعمر جمال، وعمر جمال غير الناحيه الثانيه لحمص، وحمص عايز يلعب العرضيه ترجع تاني النادي الاسماعيلي برضو لحمص، هيلعب العرضيه حمص دخل لجوه، دخل لجوه حمص يلعب لعمر لسيد معوض، وسيد رقص وشاط وجنب القايم وضربه مرمى. اسماعيلي بعد الهدف اتغير وخد ثقه كبيره جدا. جيلبرتو دقيقه 43 وما زال التقدم اصفر اسماعيلاوي، بقدم محمد حمص، فيلافيو بيلعب ورا لجيلبرتو، نص الملعب حسام عاشور لو بص هيلاقي مفتوح له ناحيه اليمين، لعب فعلا ناحيه اليمين لمحمد ابو تريكه، لما ابو تريكه بركات وادي بركات تاني هو اللي لم ولعب بصين ثلاثه توصل لاسلام يسقط جوه ال 18 ترجع ناحيه جيلبرتو شاط بالعرض معدية توصل لسه اسلام لامم ابو تريكا عايز يلم وضربة جزاء، ابو تريكا بيلم وضربة جزاء، حمدي شعبان جنب اللعبة مدي قرار الدقيقة 43 ابراهيم سيد معوض، ادي سيد بيتكلم، هنشوف اللعبة تاني، هنشوف اللعبة تاني، ادي اللعبة جيلبرتو لعب بالعرض عدت، ادي اللعبة تاني، ادي اللعبة تاني، اهي 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 اهي، لا والله مع صبحي ده، مع صبحي مدي على التانية، مدي على التانية، ادي اللعبة الأولانية اسلام لم مع سيد معوض، كملت اللعبة اداها على طول التانية، ادي اللعبة تاني بركات اللي كمل، هد على الأولانية ولا هد على التانية هنشوف، لا الأولانية لا الراجل مدي على التانية فعلا، لأن الأولانية الحكم جري ناحية الملعب، التانية أهو راجع فعلا مدي على التانية، مدي على التانية، ضربة جزاء للنادي الأهلي دقيقة 43، شادي محمد ومحمد صبحي، شادي وصبحي، حمدي شعبان بيطلع لعيبة بره ال 18 وبره القوس، ولسه ما اداش إشارة، لسه بيدي تعليماته، وشادي محمد على ضربة الجزاء، شادي ومحمد صبحي ادى الإشارة، داخل شادي وجوه الجول، شادي وجوه جول 1-1 الدقيقة 44، شادي محمد والتعادل والأحمرار وعودة الأعلام الحمراء للملعب، شادي محمد الدقيقة 44 من ضربة جزاء هدف التعادل، على طول الأعلام الحمراء ظهرت و1-1 مباراة تحلو من الكاس، لسه بدري لسه في وقت ضايع، لسه في شوط تاني، يا ترى يا هل ترى مين هيكون صاحب النصيب؟ ما نستعجلش، 1-1
الأهلي والإسماعيلي السوبر السابع المصري. سهرة كروية في استاد القاهرة حتى الآن سعيدة، نتمناها للنهاية نظيفة سعيدة جميلة زي ما احنا متابعين معاكم أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة. حمص يلعب على طول إبراهيم يحيى، إبراهيم يحيى كرة طويلة وائل جمعة، تعود المباراة لنقطة البداية وهنشوف الوقت بدل الضايع. محمد عباس حكمنا الرابع هيدي قد إيه بناء على إشارة الحكم الدولي حمدي شعبان. رايح ناحية النص هنشوف جونسون قطع، اسلام قطع معاه محمد بركات، لعب على طول باصين ثلاثه توصل لجيلبرتو، محمد بركات وظله جونسون، ترقيصه المره دي حلوه من بركات وعدى ودخل وفاول على طول لصالح النادي الاهلي. فاول للنادي الاهلي جنب اللعبه، مدي قرار حمدي شعبان حكم لما يبقى جنب اللعبه يساعد كتير جدا. محمد عباس الحكم الرابع مستني الوقت بدل الضايع قد ايه. على ساعتنا كده الوقت خلص، وعلى ساعه الاستاد الوقت الاصلي خلص، لكن الحكم هو صاحب القرار. ابو تريكه كره طويله في ايد محمد صبحي سهله على طول. محمد صبحي بيدو لسيد معوض، سيد معوض استلم يلعب على طول، وفعلا في هذه اللحظه بيصفر حمدي شعبان، ما اديناش وقت بدل ضايع، صفر هو على طول لينهي احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1. استراحه قصيره ولنا عوده مع احداث الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى، هذه أرق تحيات محدثكم خالد كامل من استاد القاهرة الدولي، وكل عام وأنتم بخير. وافتتاح الموسم الكروي المصري 2007-2008 والشوط الثاني ولقاء السوبر المصري الأهلي والإسماعيلي، تابعنا كلنا أحداث الشوط الأول والتعادل الإيجابي 1-1. محمد حمص الدقيقة 34 ثم شادي محمد في الدقيقة 44 من ضربة جزاء. فرقتين نزلوا أرض الملعب، مفيش تغيير في كلا الفريقين، على يمنا النادي الإسماعيلي وعلى شمالنا النادي الأهلي، وبدأنا أحداث اللقاء من ثواني ونتمنى أن يستمر اللقاء على نفس المستوى. حتى الآن هدفين وإنذارين جونسون وسيد معوض. فاول لصالح الإسماعيلي من ناحية الشمال هيلعبها هاني سعيد. ماذا دار بين الكواليس بين الشوطين مانويل جوزي وفوزي جمال؟ هنتابع ونشوف على الملعب إيه اللي هيحصل في الشوط الثاني. عمر جمال بيحاول يتحرك، يستلم عمر جمال، عمر لسه عمر جمال بيعمل هات وخد، عمر اتضغط عليه توصل ناحيه اسلام، قطع اسلام الشاطر، اسلام وبيلعب باص طولي لمحمد ابو تريكه، اتضغط عليه توصل لسيد معوض عايز يلعب، تخبط في اسلام، ترجع للشيف عبد الفضيل، رقص وعدى وعايز يعدي، اتضغط عليه تاني ويعمل ايه ماشي، والفاول على الشيف عفوا، فاول مع اسلام الشاطر لصالح النادي الاهلي. طالع عصام الحضري يلعب، بيدي مساحة للعيب، وادي كرة شريف عبد الفضيل الفاول. عصام الحضري هيلعب، نادي الاسماعيلي زي ما قلت لحضراتكم في الشوط الاول بيلعب بيأمن بيلعب زون ديفنس، بيحاول يمسك مفاتيح لعب النادي الاهلي ويعتمد على السرعة وتحركات عمر جمال في الناحية الهجومية وسيد معوض من الناحية الشمال بالذات. ادي الكرة اهي مع سيد معوض عايز يعدي سيد وياخد فاول. فاول لصالح سيد معوض، والانذار الاول للاعيب الاهلي لصالح اسلام الشاطر. الانذار الثالث في اللقاء اسلام الشاطر، انذار كده بقى في جونسون وسيد معوض في الاسماعيلي واسلام الشاطر في الاهلي. شايف النادي الاهلي هيبتدي يسخن احد لاعبيه، هنشوف احمد عادل شكل كده هو اللي بدا يقوم يسخن، واتلعبت الهات وخد لصالح النادي الاسماعيلي من ناحيه اليمين، لكن على طول قطع احمد السيد يلعب كره طويله نص الملعب توصل لمعتز اينو، قطع معتز اينو ماشي عينو ويلعب باص طولي لابو تريكا، ابو تريكا والشريف عبد الفضيل، لما ابو تريكا تتاخد كده واتقطعت من شريف، شريف يلعب على طول في الشمال لسيد معوض، لم كورته سيد يلعب الشريف عبد الفضيل تاني، شريف عبد الفضيل لجونسون، جونسون ماشي يلعب على طول لمحمد فضل، اتضغط عليه ترجع تاني لحمص، استلم محمد حمص يلعب لسيد معوض، سيد عايز يلعب الباص العرضي، لعب الطويله الناحيه الثانيه سهله لعصام الحضري. عصام الحضري يبدا هجمه للنادي الاهلي، كره طويله وعاليه، هاني سعيد توصل له يسيبها توصل على طول لمحمد صبحي، صبحي بايده، شريف عبد الفضيل اول اربع دقايق في الشوط الثاني، سيد معوض ماشي سيد بوش رجله بيلعب، وائل جمعه قاطع توصل لمعتز اينو،
معتز زينو يلعب لحسام عاشور، حسام عاشور بيلعب لأحمد السيد، وأحمد السيد لفلافيو، فلافيو تاني باصتين ثلاثة توصل لجيلبرتو، لفلافيو مع إبراهيم يحيى، لسه فلافيو، لسه فلافيو، لم كورتو، فلافيو عايز يغير الناحية التانية، لعب لشادي محمد، شادي محمد يفتح لوائل جمعة، وائل جمعة وإسلام على يمينه، لعب باص طولي لمحمد بركات، محمد بركات وهاني سعيد، بركات وهاني، لعب العرضية متاخدة مباشرة على طول أبو تريكة وجنب الأرض، جنب القايم وضربة مرمى، أدي السرعة في اللعبة، وأدي واخد مباشرة لكن جنب القايم وضربة مرمى، وأدي الخطفة السريعة والهروب من محمد بركات من جونسون ويلعب العرضية على طول أبو تريكة لكن تطلع وتبقى ضربة مرمى. محمد صبحي هي الخامسة، أول لعبة في الشوط الثاني، صبحي على طويلة وعالية تعدي أحمد السيد، جيلبرتو، وائل جمعة، ماشي وائل عدى نص الملعب، وائل جمعة عايز يلعب الباص الطولي، لعب طويلة الناحية الثانية، جونسون قبل بركات، تتلعب على طول إبراهيم يحيى، ترجع تاني لمحمد بركات، بركات بيغير الناحية الثانية لفلافيو، مقطوعة، سيد معوض استلم سيد ومعاه اسلام، سيد واسلام، سيد واسلام، لسه سيد عايز يعدي وياخد فاول على طول لصالح النادي الاسماعيلي. احمد عادل بيسخن، فكر مانويل جوزيه حس كده ان اسلام يمكن مش قادر ولا ايه، هنشوف. فاول لصالح النادي الاسماعيلي. هاني سعيد على الفاول. هاني يلعب على طول لابراهيم يحيى. وابراهيم يحيى بيلعب كرة طويلة معدية الناحية التانية على طول، احمد السيد بيلحق يلعب لجيلبرتو، جيلبرتو بيلعب لمعتز اينو، مقطوعة توصل في نص الملعب مع النادي الاسماعيلي، حمص، محمد حمص يلعب ناحية اليمين لاسلام طاهر، واسلام معدي ناحية اليمين وعايز يلعب العرضية، لعب تخبط في جيلبرتو تطلع، والركنية التانية للنادي الاسماعيلي. ركنيتين للاهلي، ركنيتين للاسماعيلي حتى الان، والتعادل واحد. ضربه ركنيه للنادي الاسماعيلي اتلعبت على طول لحمص، حمص هيفكر يشوط، لم كورته، شاط جنب القايم، ضربه مرمى، جنب القايم، ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. عصام الحضر هو اللي هيلعب ضربه المرمى للنادي الاهلي. لعب عصام كرة طويلة توصل تاني للنادي الإسماعيلي، ملعوبة على طول طويلة وسرعة، عمر جمال المرة دي ناحية اليمين، عمر، عمر استلم، عمر استلم، دخل لجوه بيصلح، فض فض فضل شايط، برافو يا عصام الحضري، قافل الزاوية عصام وماسك، عصام الحضري ماسك، ولعب عصام كرة طويلة وعالية، فلافيو وإبراهيم يحيى، إبراهيم يحيى بدماغه توصل ناحية اليمين لإسلام، أدي كورة فض وأدي الزاوية الضيقة على طول، قافل عصام الحضري، عمر جمال بص وهات وخد، معدي وتتلعب ناحية اليمين، ومحاولة وشادي محمد مبدأ السلامة يطلع ورمي التماس لصالح النادي الإسماعيلي. تماس للإسماعيلي، هيلعب إسلام طاهر، لعب إسلام ورا على طول، محاولات وهجمتين سرعة للإسماعيلي، نص الملعب تتلعب توصل لجونسون، جونسون يغير الناحية التانية لسيد معوض، سيد وإسلام، سيد وإسلام، سيد عايز يعدي من ناحية الشمال، لسه سيد معوض ومعاه إسلام، سيد معوض وتخبط في إسلام وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الإسماعيلي. سيد معوض على التماس، هيلعب جايله حمص، لعب لسيد تاني، إسلام قاطع، لعب لوائل جمعة بيطلع على طول، محمد أبو تريكة لمسة على طول، تاتش خفيف لبركات وظله جونسون، بركات وجونسون تطول توصل لجونسون، جونسون يلعب على طول، ادي اللعبه تاني، الحكم بيقول مفيش حاجه، توصل لشريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل يلعب باص طولي، احمد السيد يلعب، جيلبرتو استلم، جيلبرتو دخل لجوه، لعب لحسام عاشور، حسام لم وغير اتجاهه، باصها مش مظبوط تتقطع، ابراهيم يحيى توصل تاني لحمص، ملعوبه باص هات وخد، فض يغير الناحيه التانيه لاسلام، اسلام يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه وعلى طول وائل بيلحق في الوقت المناسب، ادي الكره بتاعت اسلام، وادي وائل على طول قبل فضل، لو بصيت كادر كمل هنلاقي فضل مكمل ورا. الركنيه الثالثه للنادي الاسماعيلي، ثلاث ركنيات للاسماعيلي، ركنيتين للنادي الاهلي،
8 دقايق من الشوط الثاني، وضربه ركنيه اتلعبت عرضيه عاليه تطلع دفاع النادي الاهلي، ترجع تاني للنادي الاسماعيلي، توصل ناحيه اليمين عبد الله السعيد عايز يعدي عبد الله ويلعب في اليمين، باصتين ثلاثه حمص، استلم محمد حمص غير اتجاهه، لسه محمد حمص بيلعبها حلوه ومفيش رايه وتتلعب العرضيه فرصه. لا 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 حلوه 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 اتعملت. وعبد الله السعيد شوفوا عمر جمال الراجل متحرك ازاي، شوفوا عبد الله، شوف عمر جمال بص ازاي الباص دي، بص عمر، بص عين عمر، بص تحرك عمر، بص عبد الله بقى مش مظبوط، وضربه من احلى الجمل اللي اتعملت في اللقاء النهارده. فيلافيو ابراهيم يحيى يلعب، توصل ناحيه اليمين اسلام، تخبط في جيلبرتو ترجع له، يلعب لفلافيو زحلقه فيها فاول، فيها فاول على طول باين فاول لصالح النادي الاهلي. ادي اللعبه ايه، وادي الزحلقه بفاول باينه جدا على رقم 26 ابراهيم يحيى. حسام عاشور، شادي محمد، وائل جمعه، وائل يلعب لابو تريكا رقابه جامده، شوفوا كسره عدديه ازاي على طول لاسلام، لازم النادي الاهلي يسرع الريتم في الحته دي. ابو بركات اسلام، ابو تريكا استلم تحت ضغط بيستلم بيحاول اتنين تلاته معاه، وش رجله حلوه 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 الناحيه التانيه، لكن جيلبرتو تاخر راحت لمحمد صبحي. محمد صبحي يلعب بايده على طول، يبدا هجمه للنادي الاسماعيلي من ناحيه اليمين، عمر جمال توصل لعبد الله السعيد، اسلام طاهر، اسلام باص مش مظبوط تتقطع، معتز اينو اتضغط عليه اتقطعت، توصل لعبد الله السعيد يلعب على طول لحمص، معدي حمص يلعب ناحيه اليمين، عمر جمال في اليمين وشادي زحلاه ورامي، ولا احمد السيد زحلاه تخبط وتطلع وتبقى رامي التماس لصالح النادي الاهلي، تماس للنادي الاهلي، وشايف في لعيب من النادي الاهلي واقع ان شاء الله يكون سليم، في لعيب واقع ان شاء الله يكون سليم، حكم قال كله يستنى بره، حسام معتز اينو والله هو اللي واقع، ادي اللعبه اهي كانت مع حمص، معتز اينو قام سليم الحمد لله، واحمد عادل الورقه الاولى للنادي الاهلي في التغيير بيستعد للنزول، هنشوف هيلعب مكان مين، اسلام الشاطر ولا بركات، هنشوف اعتقد اسلام الشاطر. اتلعبت الاوت وعلى طول بيطلع النادي الاهلي، توصل لجونسون في نص الملعب، جونسون يلعب عبد الله ناحيه اليمين باصين ثلاثه نادي الاسماعيلي، توصل ناحيه اسلام، عمر جمال اسلام مقطوعه من جيلبرتو، ماشي جيلبرتو ياخد فاول لصالح النادي الاهلي، فاولات كتير وباصات كتير مش مظبوطه. اتلعب برضو الحكم بيقول ارجع من مكانها، احمد عادل هو التغيير الاول للنادي الاهلي رقم 30 احمد عادل، هنشوف وصل لنص الملعب عشان يغير، واتلعبت العرضيه توصل ناحيه الشمال لسيد، سيد بيلعب لحمص لسيد معوض تاني، سيد معوض وعايز يكمل، كمل سيد معوض معاه جاي له وائل، تخبط في وائل ترجع له تاني، لسه سيد معوض لم بيحتفظ بكورته جيد جدا، بيعمل كده الضغطه تتقطع، توصل النادي الاهلي باص في نص الملعب، محمد بركات استلم لعب ورا لاحمد السيد، احمد السيد عايز يغير لعب لشادي محمد، شادي هيضطر يلعب قدام مضغوط عليه على طول، ابو تريكه بدماغه توصل على طول لشريف، شريف يلعب كره طويله توصل ناحيه وائل جمعه، لسه احمد عادل مستني يلعب على طول، اينو معتز اينو بيلعب ناحيه فلافيو، وفلافيو استلم يلعب على طول حسام عاشور في نص الملعب، حسام بيلم كورته يلعب لاحمد السيد، واحمد السيد باص طولي ناحيه الشمال مش مظبوط تطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاسماعيلي. التغيير الاول للاهلي فعلا اسلام الشاطر هيخرج وهينزل احمد عادل، احمد عادل هو التغيير الاول مكان اسلام الشاطر، دقيقه 13 احمد عادل رقم 30 نزل وخرج اسلام الشاطر. اول تغيير في اللقاء، شايف النادي الاهلي برضو بيسخن اسامه حسني وعماد متعب، بدا يقوم يسخن اسامه حسني وعماد متعب، هنا في تغيير هجومي للنادي الاهلي، شعر مانويل جوزيه وجهازه ان محتاج فراوده. ده
تاني كرة مع نادي الاسماعيلي، باص وائل جمعه قاطع يلعب على طول توصل ناحيه احمد عادل. ادي اول لعبه احمد عادل بيلعب طويله لابو تريكه، استلم ابو تريكه، شوف الضغط عليه على طول شريف عفضي، ابو تريكه بيلعب لمحمد بركات، لابو تريكه الضغط عليه توصل فاول لصالح النادي، وصلت احسن الفاول على جونسون، فاعل جونسون واخد انذار لازم يلعب على الكوره بس. ادي اللعبه اهي تاني، وادي الفاول اللي اداه حمدي شعبان حكمنا الدولي للقاء اليوم. ادي الفاول اهي بيلعب مان تو مان من اول مباراه، ادي فوز جمال مدي تعليمات مان تو مان مع بركه. جيلبرتو ناحيه الشمال يلعب ويستنى ولما وفاول للنادي الاهلي، ولما وفاول للنادي الاهلي، فاول من مكان مميز. ادي اللعبه اهي تاني، وادي الفاول باين فاول على حمص، هنشوف من هنا بقى هتتشاط ازاي، في معتز ينو بيشوط، في اكتر من لاعب بيشوط، هنشوف هتتلعب ازاي. محمد صبحي بيدي توجيهاته للاعيبته وهنشوف الفاول هيتلعب ازاي على اللعبه. 2 3 لعيبه من النادي الاهلي، مين اللي هيلعب ما حدش عارف. جيلبرتو اينو ابو تريكا، جيلبرتو اينو ابو تريكا، هل هتتصلح ولا هتتلعب ولا هتتشاط؟ مين على اللعبه؟ ثلاثة، وكل فرقة الإسماعيلي رجعت، و أبو تريكا ولا إينو اللي هيلعب؟ شكل كده واحد من الاثنين، جيلبرتو هيصلح ولا هيسكت، وأبو تريكا بيلعب ولكن في نص الجول صبحي ماسك، محمد صبحي ماسك. دخلنا على الدقيقة 16 أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة من أحداث الشوط الثاني، وما زال التعادل الإيجابي 1-1، الأهلي والإسماعيلي في كأس السوبر المصري. أحمد عادل سوبر رقم 7، أحمد عادل بيلعب الكرة العرضية، فلافيو معدية وجول، يا فوق جنب لسه بقول جول أبو تريكة في بره، فرصة كبيرة مين؟ بركات، بركات، ادي اللعبه، ادي بركات الاستلام وبره، لسه بنقول لكن استلم وبره، 1-1، فرصه كبيره محمد بركات، لكن العرضيه حلوه، الاستلام لكن التصويبه مش مظبوط. محمد صبحي لعب صبحي كوره طويله وعاليه على طول معديه، محمد فضل بيحاول يستلم، ادى تحت الفرصه الحكم، توصل مع النادي الاسماعيلي، توصل لسيد معوض ترقيصه وعايز يعدي سيد، الضغط عليه تتقطع، توصل لمعتز زينو يسيبها لابو تريكه، ابو تريكه يغير الناحيه الثانيه، محمد بركات استلم، محمد بركات لعب لجيلبرتو، جيلبرتو ماشي، جيلبرتو يلعب لابو تريكه، ابو تريكه تاني لاينو، اينو لاحمد عادل، بدا يبقى في تحرك شويه، شفنا على كده فرص هنا وهنا لما بدا يبقى في تحرك، والقطع تتقطع، تبدا مع محمد حمص نادي الاسماعيلي، حمص يرجع لسيد معوض، ضغط عليه اثنين، يلعب باص مش مظبوط، احمد عادل سحلقها على طول من حمص وتماس للنادي الاهلي، تماس هيلعبها احمد عادل، لعب لفلافيو، بدا نادي الاسماعيلي يسخن كل بدلائه، جونسون استلم، جونسون يرجع لسيد معوض، باصتين ثلاثه، سيد معوض تاني يلعب كرة طويلة، شادي محمد قاطع يلعب لأحمد السيد، جيلبرتو في الشمال، جيلبرتو يلعب باص على طول لأبو تريكا، الضغط عليه تتقطع، توصل لهاني سعيد ورا، هاني سعيد يلعب لعبد الله، عبد الله السعيد ضغط عليه يرجع لورا، إبراهيم يحيى يلعب باص مش مظبوط، لكن توصل لإسلام طاهر، تتلعب هات وخد على طول، تاني إسلام ناحية اليمين، إسلام يقدر يلعب العرضية، لعب الباص برضو مش مظبوط، تتقطع، توصل لحسام عاشور لإينو، وإينو برضو فاول لصالح، فاول وأعتقد في كارت، فعلا في كارت لمحمد حمص، الإنذار الرابع، آدي اللعبة تاني وحمص وإنذار. جونسون سيد معوض محمد حمص الاسماعيلي اسلام الشاطر النادي الاهلي، ادي جوزيه بيفكر تغييره الثاني والثالث، وائل جمعه فوز جمال الناحيه الثانيه بيفكر لسه عنده ثلاث تغييرات، ابو تريكه، احمد عادل باص وفاول المره دي على محمد بركات،
زي جونسون مدي القرار على طول. حمدي شعب، هاني سعيد، هاني لعب، هاني كرة طويلة، وائل جمعة بيرجع، تطلع وتبقى رمية تماس لصالح النادي الاسمر. مهد الريتم نفسه بتاع المباراة بدأ يهدى، ده دليل ان لسه ما فرقتين قاريين بعض واقفين مع بعض كويس. عمر جمال يا ولد العيب، سيد معوض، عمر جمال ترقيصه تاني، لعيب متحرك في كل مكان، مغير اللعب الناحيه الثانيه. جيلبرتو اقرب، طلع على طول فيلافيو، ابراهيم يحيى، ابراهيم يحيى قاطع، حمص لعب على طول لاسلام، اسلام ملعوبه له، هات وخد، يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه الحضري طالع ومات. عصام الحضري عايز يعمل هجمه مرتده، لعب كره طويله ناحيه هاني سعيد، لعب هاني توصل لعبد الله السعيد، استلم عبد الله ورقص وعدى عبد الله، وقف على كورته تاني عبد الله السعيد، اسلام طاهر، راجع اسلام مضغوط عليه جيلبرتو، رجع من نص الملعب لمحمد صبحي، ما يقدرش يمسك، لعب على طول تطلع بره ولا يقلع ولا جيلبرتو استقلم. حسام عاشور، حسام يلعب لإينو، أحمد السيد، شادي محمد، أحمد السيد تاني، ماشي أحمد السيد، أحمد وماشي، أحمد لسه، أحمد السيد يلعب على طول لجيلبرتو، جيلبرتو يلعب لفلافيو، فيلافيو بيفكر يلعب لمين، لعب الكرة الطولية على طول وسهلة في إيد محمد صبحي. تلت ساعة من أحداث الشوط الثاني، بدأنا الدقيقة 21، ما زال التعادل الإيجابي 1-1، أهلي والإسماعيلي في افتتاح الموسم الكروي المصري، كأس السوبر المصري. النهاردة اتحاد الكورة اتعمل مؤتمر صحفي بحضور كابتن سمير زاهر، كابتن محمود الجواري، وأعلن تعيينه، هنقول بعد اللعبة دي. فيلافيو، فيلافيو بيغير الناحية الثانية، جونسون وبركات، وجونسون يسيبها وياخد ضربة مرمى. أعلن تعيين كابتن محمود الجواري مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم، وباختصاصات كبيرة جدا الحقيقة ومشروعات طموحة كبيرة. يمكن كان حظي إني قابلت كابتن جواري قبل توجهي هنا إلى الملعب، وعنده طموحات كبيرة جدا لتطوير الكرة المصرية وتطوير برامج قطاعات الناشئين وتطوير الاحتراف، نتمنى له كل التوفيق. التغيير الأول للنادي الإسماعيلي، هيخرج إسلام طاهر وهينزل عبد الله الشعب. هي 21، عبد الله الشحات بينزل وإسلام الطاهر بيخرج، إسلام طاهر بيخرج وعبد الله الشحات بينزل. تغيير برضو تكتيكي للنادي الإسماعيلي، كابتن جواري مرتبط عاده لمدة عامين مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. كرة طويلة معدية ناحية اليمين توصل لإبراهيم يحيى، إبراهيم استلم يلعب على طول، شيف والله ولا استلم لهاني سعيد، لجونسون، جونسون يلعب تاني، مقطوعة توصل لسيد معوض، سيد بيلعب لعمر جمال بيحافظ على كرة الراجل، شوفه بيحاول وياخد رمي كويس، يدي لنفسه التحجيز على الكوره جيد وياخد رمي التماس لصالح النادي الاسمر. تغيير للاهلي، تغيير للاسماعيلي، تعادل 1-1 ولسه المباراه في الملعب. دي نص الشوط الثاني بالظبط، دقيقه 23، شريف عبد الفضيل، هاني سعيد، محمد صبحي، صبحي يغير الناحية الثانية، إبراهيم يحيى، إبراهيم يحيى يلعب الكرة الطويلة معدية تتقطع، شادي محمد يرجع، أبو تريكة بيحاول وعلى طول تطلع من شريف، وده برامي التماس لصالح النادي الأهلي. تماس للأهلي يلعب أحمد عادل، أحمد عادل يلعب التماس لأبو تريكة ومعاه شريف عبد الفضيل، أبو تريكة لم كرة أبو تريكة، أبو تريكة وقف عليها تاني، غير اتجاهه مرتين ثلاثة، لعب لحسام عاشور، جيلبرتو على شماله، لعب لجيلبرتو، جيلبرتو عايز يلعب هات وخد، حسام عاشور، حسام بيلعب على طول مبدأ السلامة بيطلع الدفاع الإسماعيلي، أحمد السيد وفط، لسه أحمد السيد، أحمد ومعاه فط، يلعب لحسام، حسام بيلعب لجيلبرتو،
جيلبرتو بيخش لجوه يلعب لحسام عاشور، حسام عاشور ترقيصه فاول لصالح النادي، ترقيصه فاول لصالح النادي الاهلي. ادي اللعبه وادي حمص الفاول، فاول للنادي الاهلي. ولسه البدلاء هنا وهنا بيسخنوا، لعبت الكوره لينو، وينو بيلعب على طول باصين ثلاثة تاني لحسام عاشور. أحمد السيد، أحمد بيلعب باص طولي حلوة ناحية الشمال لمحمد بركات، اتنقل في الشمال لكن جونسون مش سايبه على طول معاه، بيلعب تاني ورا لجيلبرتو، جيلبرتو تاني على طول لبركات، محمد بركات وقف على كورته، لسه بركات يلعب على طول لينو، تضغط عليه ومدي فاول لصالح النادي الاهلي. فاول للاهلي، هيلعبها جيلبرتو، ادي اينو مع حمص على طول، والفاول تاني لصالح النادي الاهلي. جيلبرتو على الفاول، لعب جيلبرتو عرضيه معديه، مفيش حد بيقابل، تعدي وتطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاسباني. 25 دقيقه من احداث الشوط الثاني، وما زال التعادل الايجابي 1-1 الاهلي والاسماعيلي. محمد صبحي يلعب كره طويله، فضل ووائل جمعه، معتز زينو، احمد عادل، ابو تريكه، معتز زينو، احمد عادل في اليمين، احمد عادل يلعب العرضيه وتطلع لسه والله في الملعب، خبطت في الرايه وترجع. حمص يلعب لعمر جمال، عمر يلعب لفضل، فضل العمر تزطو، توصل لشادي محمد، شادي عصام الحضري، الحضري يغير لجيلبرتو، جيلبرتو ناحية الشمال، جيلبرتو باص طولي على طول، حسام عاشور معاه عبد الله السعيد، حسام وعبد الله، حسام وعبد الله، لسه حسام عايز ياخد ضربة ركنية، عبد الله معاه، قطع عبد الله السعيد، عبد الله بيحافظ على كورته ولعب، تخبط في حسام وتطلع وتبقى رامي التماس جنب الرايه الركن. هيلعب رامي التماس عبد الله الشحات، ريتم المباراه هدي، لعب لعبد الله السعيد للشحات تاني، دخل لجوه ويطلع برجله الشمال كره طويله، ترجع من معتز زينو، نص الملعب مقطوعه، ترجع تاني لشادي محمد، يلعب لوائل جمعه، وائل لا ابو تريكه بكعبه، جونسون قبل بركات، توصل لاحمد عادل بيلعب على طول لبركات، محمد بركات ومعاه جونسون، باص مش مظبوط، سيد معوض وقاطع، يلعب تطلع وتوصل على طول لاحمد عادل، احمد عادل يلعب على طول لابو تريكه، وابو تريكه بيلعبها مقطوعه، توصل في نص الملعب تاني، حسام عاشور بدماغه لفلافيو، فلافيو بيلعب لابو تريكه، ابو تريكه وجاي له جيلبرتو في الشمال، وقف على كورته ولمها ولعب كرة عرضية الناحية التانية، جونسون بيطلع قبل بركات، هاني سعيد، سعيد معوض، لسه الباص مش مظبوط. تاني على طول ملعوبة حلوة، محمد فضل، شادي قاطع، توقع جيد، نص الملعب، عبد الله السعيد، ماشي عبد الله، يلعب باص طولي، على طول أقرب وائل، يرجع لعصام الحضري، استلم عصام، يلعب لجيلبرتو، ناحية الشمال، معتز زينو، ماشي معتز. معتز زينو يغير لاحمد عادل، احمد عادل يلعب لابو تريكا، ابو تريكا وشريف، لما ابو تريكا ومشي وشريف وشادد وفي انذار، شريف وشادد والانذار على طول، شريف عفضيل، شريف عفضيل والانذار، ادي شريف عفضيل وادي انذار، اخذنا انذار الخامس، اربع انذارات، ادي اللعبه اهي باينه، انذار جونسون، سيد معوض، محمد حمص، شريف عفضيل في الاسماعيلي، اسلام الشاطر في الاهلي، خمس انذارات حتى الان. شايف انا استدعى مانويل جوزيع، عماد متعب واسامه، والعرضيه لسه الكوره في اللعب، تتقطع، عبد الله الشحات يلعب على طول لفضل، محمد فضل استدعى عماد متعب وأسامة حسني، يبقى هيعمل تغييراته والكرة تتلعب مع النادي الأهلي، توصل على طول لأبو تريكا شايط، تعدي تخبط تروح ناحية الشمال، جيلبرتو يلعب العرضية، برافو يا محمد
ياسر العرضية وبالرأس أحمد السيد وفي نص الجول صبحي بيكسب أخطر فرصة في الشوط الثاني. تاني كرة ملعوبة هجمة من ناحية اليمين لنادي الإسماعيلي وعلى طول شادي قاطع توصل لأحمد السيد معتز زينو يلعب لجيلبرتو بدأنا نسخن شوية نتمنى هنا وهنا الإسماعيلي هيعمل تغيير تاني أيضا هنشوف التغيير التاني النادي الإسماعيلي توصل لوائل وادي تغييرين النادي الأهلي بيستعدوا متعب وأسامة حسني وجونسون ما قاطع جونسون يلعب تتخبط وتوصل على طول لأبو تريكا محمد أبو تريكا أبو تريكا يلعب العرضية مش مظبوط توصل لجونسون جونسون دخلنا على الدقيقة 30 أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة وما زال التعادل الإيجابي 1-1 الأهلي والإسماعيلي كأس السوبر وكرة طويلة تتقطع في السكة ترجع تاني للنادي الأهلي أدي أسامة حسني التغيير ثلاث تغييرات هيتموا 2 للأهلي و1 للإسماعيلي والإسماعيلي يستعد أيضا للتغيير الثاني والثالث مع بعض برضو باين جدا هنشوف مع بعض التغييرات هتكون إيه تاني كرة ملعوبة ناحية الشمال لأحمد السيد أحمد السيد يلعب على طول لجيلبرتو ماشي جيلبرتو جيلبرتو يلعب على طول لبركات بركات تعدي إينو وعايز يعدي ويشوط ويشاط وبره هنشوف التغييرات كده نبدأ نشوف التغييرات تغيير مصطفى كريم يلعب وائل جونسون احد نجوم هذا اللقاء النهارده حقيقه عامل مشوار وجهد كبير جدا اتلعبت لعبد الله السعيد عبد الله عبد الله الشحات ناحيه اليمين عبد الله الشحات يلعب العرضيه قصيره قاطع على طول دفاع الاهلي ترجع تاني في نص الملعب اسامه حسني بيستلم اسامه وبياخد كورته اسامه ويدي لمحمد بركات بركات جيلبرتو في الشمال فتح له لعب لجيلبرتو جيلبرتو يقدر يلعب العرضيه لعب العرضيه لكن محمد صبحي في الميعاد قاطع توقع جيد لمحمد صبحي وماسك بايده على طول يبدا النادي الاسماعيلي باصتين ثلاثه كرة طويلة مقطوعة توصل لبركات تاني في النادي الأهلي بركات بركات يلعب لأسامة حسني نازل يستلم أسامة أسامة عايز يجرب شاط بره ضربة عايز يجرب شاط بره ضربة مرمى لصالح النادي الإسماعيلي التغيير الثالث في النادي الإسماعيلي هنشوف تغيير الإسماعيلي الثالث أحمد سمير فرج أعتقد ولا مين اعتقد احمد سمير فرج هو التغيير الثالث عموما ما نسبقش الاحداث هينزل احمد سمير فرج هيضرب محمد عمر هينزل احمد سمير فرج رقم ثلاثة كده النادي الاسماعيلي عمل تغييراته الثلاثه والنادي الاهلي عمل تغييراته الثلاثه واخر 10 دقائق اللعيبه اللي موجوده هي اللي هتكمل اللقاء. اخر 10 دقائق في اللقاء وهيلعب على طول محمد صبحي كره طويله وعاليه ملعوبه لعمر جمال سيد معوض كابتن نادي الاسماعيلي بعد خروج حمص باصتين ثلاثه مقطوعه والفاول على سيد معوض. سيد معوض عمل إشارة الكابتنة بعد خروج محمد حمص والفاول لصالح النادي الأهلي اتلعبت على طول إينو يغير لجيلبرتو جيلبرتو ماشي جيلبرتو يلعب ناحية الشمال لمحمد بركات ضغط عليه عبد الله الشحات تطلع تبرامي التماس للنادي الأهلي أسامة حسني هو اللي ضغط عليه تماس للنادي الأهلي اتلعبت توصل على طول لبركات والتماس مش مظبوط
تبقى على طول التماس يتغير لصالح النادي الاسماعيلي. تماس عبد الله الشحات هو اللي هيلعب للنادي الاسماعيلي. رميه التماس لعب طويله مصطفى كريم الضغط عليه توصل على طول لاحمد السيد ثابت لمحمد بركات باصين ثلاثه ترجع لبركات عايز يغير اللعب لعب لابو تريكه ابو تريكه استلم بوش رجله لاسامه حسني عايز يعدي اسامه لم تتقطع توصل لعبد الله الشحات يلعب كره طويله في نص الملعب معديه مصطفى كريم اتقطعت منه توصل لوائل جمعه وائل جمعه لمحمد بركات محمد بركات الضغط عليه احمد سمير فرج وقطع احمد سمير احمد سمير والهجمه المرتده النادي الاسماعيلي اللعب لعمر جمال ناحيه الشمال عمر جمال معدي عمر بيلعب بكعبه لسعيد معوض يلعب العرضيه يطلع وائل جمعه لسه الكره في اللعب توصل لاحمد سمير يغير ويلعب ورا تاني الكره مع نادي الاسماعيلي باصين ثلاثه لسه للنادي الاسماعيلي احمد سمير والفاول لصالح نادي محمد بركه فاول للنادي الاسماعيلي دقيقه 37 التعادل 1-1 وتعليمات هنا وهنا في اخر 8-9 دقائق في اللقاء ادي سيد معوض فض اسف كريم مصطفى كريم تطول وتوصل لعصام الحضري عصام الحضري شاط عصام كره طويله محاوله لسه اللاعب كره في اللعب توصل ناحيه الشمال للنادي الاهلي ضغط على طول وقاطع شريف يلعب في نص الملعب لعبد الله السعيد عبد الله السعيد يلعب لاحمد سمير فرج سمير لسيد معوض لاحمد سمير فرج تاني احمد سمير عمر جمال مستني له لعبها لعمر جمال من ورا وائل جمعه لكن شادي اريو خبره قاطع شادي جاي له معتز زينو استلم معتز زينو ماشي معتز زينو يلعب العرضيه جونسون قاطع لكن اسامه حسني معاه توصل على طول معديه توصل لبركات محمد بركات وماشي يلعب العرضيه لجيلبرتو جيلبرتو بيلعب على طول لمتعب ومتعب بيرجع تاني ورا لبركات وبركات بيفتح لوائل جمعه وائل جمعه بيلعب تاني لاسامه حسني النادي الاهلي بيبحث عن ثغره احمد عادل وائل جمعه الاسماعيلي الدفاع منطقه مش مدي وبيلعب على واحد مان تو مان عماد متعب بيلعبها على طول وتعاني اسامه حسني تتقطع تبدا الهجمه المرتده للنادي الاسماعيلي وائل جمعه قاطع ويطلع وتبقى رميه تماس لصالح النادي الاسماعيلي عمر جمال سيد معوض ماشي سيد معوض سيد عايز يعدي سيد الضغط عليه فاول لصالح النادي الاسماعيلي فاول للنادي الاسماعيلي مديه حمدي شعبان جنب اللعبه هنشوف اللعبه بتتعدلنا من اكتر من مره ومحاوله لتهدئه اللعب سعيد معوض على اللعبه نادي الاسماعيلي يصل لهدوء وان ما جابش جول يبقى على الاقل اوصل لركلات اكتر احمد سمير فرج عبد الله السعيد يلعب على طول ناحيه اليمين عمر جمال الراجل بيتنقل يمين وشمال وتاني محاوله للمرور لسه اللعبه ملعوبه العرضيه سيد معوض وضربه ركنيه لا في رايه وصفاره في رايه وصفاره رايه ناصر عباس صفاره حمدي شعبان تسلل على سيد معوض هيلعب على طول عصام لعب عصام عبد الله الشحات بيرجع توصل تاني لعصام الحضري بدأت جماهير الاهلي تهتف تلعب يا اهلي جماهير الدراويش تشجع فرقتها برضه جماهير الاسماعيلي وتالت لعب الكره الطويله ابو تريكه اسامه حسني باص مش مظبوط تتقطع احمد سمير فرج نص الملعب عبد الله السعيد عبد الله الشحات ناحيه اليمين عبد الله ماشي ماشي عبد الله الشحات يلعب لمصطفى كريم مصطفى كريم وعايز يلعب يخبط وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. اتلعبت لمعتز زينو ماشي معتز معتز زينو هيلعب لمين؟ لعب لاحمد عادل احمد عادل باص على طول وصفاره وفاول وفي كام صفاره وفاول وانذار هنشوف الانذار لمين؟ كارت احمر مين اللي ياخد الانذار
ياخد انذار قبل سيد معوض. سيد معوض على طول هيقلع شارة الكابتنة، يديها لحد سيد معوض واخد انذار، قلع شارة الكابتنة، وادي على طول الكارت الاحمر سيد معوض. انذار تاني سيد معوض، يبقى طرد على طول. سيد معوض خرج، والنادي الاسماعيلي يلعب اخر 5 دقايق 10 لاعب. كارت احمر سيد معوض، انذار تاني، لعبت على طول اخر 10 اخر 5 دقايق. الكره العرضيه جوه 18، يطلع الدفاع، توصل تاني مع عمر جمال. عمر جمال بيلعب وتتقطع، توصل على طول الكره مع بركات، وبركات يلعب تتقطع تاني ويطلعها احمد سمير فرج بره عشان عمر جمال واقع. تماس لصالح النادي الاهلي. اخر 5 دقايق في اللقاء اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه، والاسماعيلي هيلعب ب 10 لاعبين. احمد عادل ويسقط جوه ورايا وصفار عماد متعب تسلل. عماد متعب تسلل لصالح النادي الاسماعيلي. تسلل للنادي الاسماعيلي وخرج سيد معوض. انذار تاني والاسماعيلي بيلعب 10 لعيبه، ومحمد حمر محمد صبحي بيهدي اللعب. وادي الجماهير رابطه الاهلي دايما بتشجع ورا الجول. هنلاقي الناحيه الثانيه جماهير النادي الاسماعيلي ورا محمد صبحي تشجع برضه فريقها. مصطفى كريم واحمد السيد. احمد يلمس، معتز زينو استلم، معتز يلعب لمحمد بركات. محمد بركات ماشي، بركات ويقف على كورة محمد، يلعب لابو تريكا، لبركات تاني، لاحمد عادل، داخل لجوه احمد، يرجع لورا، وان في كارت احمد سمير فرج. احمد سمير فرج وانذار، ملهاش لازمه الكور الاخرانيه ديت. ادي اللعبه ايه، واحمد سمير فرج انذار. انذارات كترت في الاخر، ملهاش لازمه الانذار. ادي حمدي شعبان بيسجل انذار. وائل بيلعب، معتز زينو، معتز بيلعب على طول لابو تريكا، اتقطعت. تبدا الهجمه المرتده للنادي الاسماعيلي، هجمه مرتده للاسماعيلي تتقطع، وفاول لصالح النادي الاسماعيلي. فاول للنادي الاسماعيلي، الحكم جنب اللعبه بيدي القرار والثقه للفريق. حمدي شعبان جنب اللعبه وقراره والفاول، واخر 2 دقيقة وهنشوفه مدي قد ايه. بيدي 3 دقايق وقت مختصر فضل بقى. ادي مصطفى كريم اللي كان معاه الكره اللي فاتت، وانذار بقى مفيش. 3 دقايق بيديهم وقت بدل ضايع. لو انتهى اللقاء بهذه النتيجه نحتكم لركلات الترجيح من نقطه الجزاء، مفيش وقت اضافي، هنحتكم لركلات الترجيح على طول. احمد سمير فرج لعب ناحيه الشمال بعد ما خرج سيد معوض. وادي احمد سمير وداخل لجوه، تتقطع، توصل على طول لمحمد بركات. هجمه مرتده للنادي الاهلي. بركات بيلعبها على طول في اليمين لاسامه حسني، واسامه بيسقط هاني سعيد، لكن تتقطع، توصل للنادي الاهلي تاني، ومحاوله، لسه محاوله. عماد متعب، وعماد متعب باص مش مظبوط، تتقطع تاني للنادي الاسماعيلي. عمر جمال، مجهود كبير من عمر. احمد سمير فرج يلعب باص طولي لمصطفى كريم، وائل جمعه قاطع، توصل لجيلبرتو. جيلبرتو يلعب على طول لمحمد بركات. بركات يلعب على طول اينو، معتز اينو شايط وبره، وضربه مرمى لصالح النادي الاسماعيلي. ضربه مرمى النادي الاسماعيلي، الثواني الاخيره والوديه الاخيره من الوقت الاصلي، وثلاث دقائق وقت بدل ضايع بيديهم حكمنا محمد عباس بناء على اشاره الحكم حمدي شعبان. 3 دقائق وقت بدل ضايع، وبنلعب دلوقتي في الثواني الاخيره من الوقت الاصلي. حمدي شعبان رايح لمحمد صبحي وانذار، ولا ايه؟ رايح يشوف، لان هو عنده الجزمه مفكوكه، من حق الحارس انه يربط جزمته، او لو عنده اصابه في الملعب الحارس الوحيد هو اللي من حقه يتعالج. ذكاء طبعا من محمد صبحي هنا، بيهدي، بيلعب ناقص لاعب، بيحاول يهدي، قلع الجوانتي وظبط نفسه، والحكم جنبه بيدي الوقت بدل اضعف، لكن المباراه حتى الان
رغم الانذارات الكتير، لكن المباراه نظيفه، انذارات كوره يعني، الكوره لها نقاط كوره دخول بقوه شويه، لكن ليس فيها العمق زي ما بنشوف في ملعب. المباراه حتى الان نظيفه من الفريق، ده اللي نتمناه دايما في ملاعبنا. الهدف الاخير هو منتخباتنا الوطنيه ان شاء الله تكون دايما في اعلى المستوى. الاهلي، الاسماعيلي، الزمالك، المصري، الاتحاد، كل الانديه ديت لها تاريخ المحله. مش عايزين ننسى نادي ونقول نادي، ايضا الانديه الحديثه اللي صعدت كلها، طلع الجيش وامبي والحدود وغيرها من الفرق اللي قدمت لنا لعيبه مميزه. نتمنى لهم كل التوفيق زي ما نتمنى للفرق الوافده الجديده كل التوفيق. كرة ملعوبة تاني توصل لعبد الله السعيد، يلعب لأحمد سمير فرج، كرة طويلة. وائل جمعة، بدأنا أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة الوقت المحتسب بدل الضايع 3 دقايق، معتزين والتعادل 1-1 والشكل العام، هل هنصل لركلات الترجيح ولا إيه؟ الله أعلم. كل ده يتوقف على صافرة الحكم. أحمد سمير فرج يغير لعبد الله الشحات، عبد الله يلعب في اليمين، عبد الله السعيد، الشحات، شادي محمد اقرب، الشحات عامل الزحلقه وقاطع، لكن هنا الزحلقه الثانيه توصل للشحات والهجمه المرتده للاسماعيلي، وزحلقه ثاني وتتقطع توصل لوائل، باص اي حاجه، مصطفى كريم عايز يعدي وتتلعب، توصل لوائل تتقطع، توصل لمعتز اينو، معتز اينو ماشي يلعب باص طولي مش لحد خالص، تطلع وتبقى رمي التماس لنادي الاسماعيلي. فرقتين واضح الجهد عليهم، مباريات متتالية أفريقية فمأثرة شوية على الأداء في الثواني الأخيرة من اللقاء. مصطفى كريم، وائل جمعة، شادي، أحمد السيد، أحمد السيد ماشي، جيلبرتو ماشي، جيلبرتو بيغير اللعب الناحية التانية، ملعوبة على طول، لسه الكرة في اللعب رايحة جاية، أحمد سمير بيطلع، تتقطع توصل تاني للنادي الإسماعيلي، عبد الله الشحات يلعب باص طولي اي حاجه، توصل لعصام الحضري، الحضري استلم الحصان ووصل يمكن لنص الملعب عصام، وهيلعب الكره الطويله، لعب كره طويله وعاليه ومعديه، توصل لاسامه حسني عايز يلم في وسط ثلاثه، تضغط عليه تتقطع، توصل تاني لاحمد السيد، واحمد السيد ماشي، احمد عايز تضغط عليه، توصل تاني للنادي الاهلي لاحمد عادل في اليمين، وعايز يلعب العرضيه، لعب العرضيه معديه، ضربه ركنيه، الركنيه الثالثه للاهلي. 3 ركنيات اسماعيلي، 3 ركنيات اهلي، مفيش حد احسن منه. جيلبرتو بيتنقل لناحيه اليمين، يلعب برجله الشمال. دخلنا في الثواني الاخيره من اللقاء، الوقت بدل الضايع والقرار النهائي للحكم، وجيلبرتو هيلعب الضربه الركنيه، وفي لاعب من نادي الاسماعيلي واقع، نتمنى له السلامه. وحمدي شعبان بيتكلم مع وائل جمعه، بيتكلم معاه بيقول له الوقت، والحكم هو صاحب القرار، وفي انذار لوائل جمعه، انذار لوائل جمعه، في انذار لوائل جمعه باين جدا، مدي انذار لوائل جمعه. انذارات زي ما قلت لحضراتكم كتير جدا في اللقاء، لكن ما فيهاش عمق. انذارات جونسون، سيد معوض خد انذار وثم طرد، اسلام الشاطر، محمد حمص، شريف عبد الفضيل، احمد سمير فرج، وائل جمعه. لسه حكم هيستدعي الامن اهو، اسف الاسعاف، بيستدعي الجهاز الطبي لنادي الاسماعيلي يطمن على اللاعب اللي واقع، يتمنى السلامه ليه. ادي اللعبه اهو، ادي اللعبه مش بايلان او سباك، ادي اللعبه واقف، وادي لعيب الحكم اقرب وهو صاحب القرار. ضربه ركنيه لسه للنادي الاهلي في اخر ثواني اللقاء، التعادل 1-1. شادي محمد كان سجل للنادي الاهلي في الدقيقه 44 من ضربه جزاء، بعد ما كان محمد حمص سجل للاسماعيلي في الدقيقه 34.
لكن فرقتين نتمنى لهم زي ما قلت لحضراتكم كل التوفيق. الدوري المصري يبدا ان شاء الله الاثنين القادم، اهم لقائين الاهلي مع المصري في بورسعيد والاسماعيلي مع الزمالك في مصر هنا في استاد القاهره. الاهلي عنده بعد كده السفر للقاء الهلال السوداني في الجوله الخامسه لبطوله الانديه الافريقيه الابطال، والاسماعيلي يسافر يلاعب دولفين نيجيريا في الجوله. الاهلي يتصدر مجموعه في 9 نقاط، الاسماعيلي تعادلين، تعادل على ملعبه مع المريخ ثم تعادل مع كوارا النيجيري في نيجيريا، ونتمنى للتوفيق ان شاء الله. ايضا كل امنياتنا لطلاع الجيش والمصري بالتوفيق في البطوله العربيه ومشوارهم القادم مع بطلي سوريا ولبنان. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في مشواره ان شاء الله الموسم القادم افريقيا ومشواره في الدوري. تولى المهمه كرول النهارده مع بدايه اول تدريباته مع الفريق، نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لكل الكره المصريه التوفيق والكابتن محمود الجواري ايضا التوفيق في مهمته الجديده. نعود للقاء وللضربة الركنية، وجيلبرتو على الركنية برجله الشمال، لاعب جيلبرتو وصبحي بالبوكس على طول، وجونسون بيطلع جونسون وتاني كرة ملعوبة بالرأس، ولسه كرة في اللعب، لسه كرة في اللعب، وتاني عماد متعب وبرافا صبحي، ولسه كرة تاني، لسه كرة تاني، والعرضية وصبحي خارج مرمى وشريف بيطلع وتوصل لجيلبرتو وهيلعب العرضية ولعب العرضية وتاني بترجع ويطلع الدفاع ورايا وصفارة وتسلل وصافرة حمدي شعبان تنهي أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. وننتظر جميعا ركلات المعاناة من نقطة تسدد والإسماعيلي صبحي في حراسة المرمى. الضربة الأولى للنادي الأهلي، جيلبرتو على ضربة الجزاء، ومحمد صبحي في المرمى، وجيلبرتو هيشوط، جيلبرتو صبحي، حمدي شعبان ظبط، نظبط مع بعض، أول ركلة جزاء جيلبرتو، إداله الإشارة حمدي، جيلبرتو جول، جيلبرتو هدف، والتقدم للأهلي 1-0. الضربة الأولى للنادي الإسماعيلي، هنشوف أدي جيلبرتو جول، هنشوف الضربة الأولى للإسماعيلي مين، لسه ماشي مين، وأدي كرة جيلبرتو تاني، الضربة الأولى للإسماعيلي، أدي رد الفعل، وأدي الضربة الأولى للإسماعيلي، مش باين لنا الرقم خالص، يا ريت نقرب شوية. عبد الله السعيد الضربة الأولى للإسماعيلي، عبد الله والحضري، عبد الله وفي الآيل، عبد الله وفي الآيل، عبد الله السعيد وفي الآيل، الحضري رايح معاه والراجل بيسجد كده، لكن كورة حاططها عبد الله في الآيل، بختك يا عبد الله أهي في الآيل ورجعت. الضربة الثانية للنادي الأهلي، الضربة هي كرة عبد الله في القايم، الضربة الثانية للنادي الأهلي، هنشوف محمد أبو تريكة ولا مين؟ محمد أبو تريكة هو اللي رايح، أبو تريكة الضربة الثانية، أبو تريكة وصبحي، أبو تريكة وصبحي الضربة الثانية، أبو تريكة جول، هو جول 2 الأهلي، أبو تريكة جوه الجول، الضربة الثانية، الضربة الثانية للنادي الإسماعيلي، أدي كرة أبو تريكة جوه الجول على شمال صبحي، الضربة الثانية أبو تريكة على شمال صبحي، الأهلي سجل 2 من 2، الإسماعيلي لعب واحدة عبد الله السعيد في القايم، وأدي رد الفعل، وهنشوف الإسماعيلي أحمد سمير فرج، أحمد سمير فرج الضربة الثانية. زي ما قلت لحضراتكم كاس السوبر في 6 مرات اللي فاتت مره واحده انتهت بركلات الترجيح الزمالك واهلي، والاهلي فاز 3-1، مره واحده بالوقت الاضافي الزمالك ومحله، والمحله والزمالك فاز 2-1. احمد سمير فرج داخل وبره وبره، لا لا دي بره خالص يا احمد يا سمير يا وعصام الحضري، 2 الاهلي لا شيء الاسماعيلي. الضربة الثالثة للنادي الأهلي، هنشوف أدي رد الفعل، الضربة الثالثة للنادي الأهلي، هنشوف مين على الركلة الثالثة، هنشوف الركلة الثالثة للنادي الأهلي مين، الركلة
الركلة الثالثة للأهلي مين؟ يا ريت نقرب المسافة. داخل واتصدت. الثالثة واتصدت. هنشوف مين اللي شايط من بعيد كده، الكاميرا مش مديانة. هنشوف الركلة الثالثة اتصدت. الركلة بركة. محمد بركة. بركات والثالثة تتصد. محمد بركات والثالثة تتصد. اتنين الاهلي لا شيء الاسماعيلي. هنشوف الركلة الثالثة للنادي الاسماعيلي. الركلة ادي بركات اللي ضيع. يا ريت بالكاميرا تبقى مع اللي بيشوف. الثالثة الاسماعيلي. مين الاسماعيلي الثالثة؟ الركلة الثالثة الاسماعيلي. الشحات وجول. عبد الله الشحات. عبد الله الشحات وهدف. حلوة يا عبد الله. 2-1. ادي عبد الله الشحات. 2-1. ثلاث ركلات. الاهلي جاب اثنين وضيع واحده. جلبرتو ابو تريكا جابه. بركات ضيع. الاسماعيلي عبد الله السعيد احمد سمير ضيع. وعبد الله الشحات سجل. اسامه حسني الركله الرابعه. اسامه ومحمد صبحي. اسامه وصبحي. هنشوف أسامة وصبحي. داخل أسامة وجوجو. هو جول والركلة الرابعة. 3-1. 3 الأهلي 1 الإسماعيلي. لو الركلة الرابعة الإسماعيلي جت هنلعب الركلة الخامسة. لو الركلة الرابعة الإسماعيلي ضاعت هنقول مبروك للنادي الأهلي. لسه ما نستعجلش الاحداث. الرابعه للاسماعيلي. هنشوف الركله الرابعه النادي الاسماعيلي مين؟ فرحه والرد الفعل. الركله الرابعه النادي الاسماعيلي مصطفى كريم اللاعب العراقي. الركله الرابعه مصطفى كريم وجوجل. جوه الجول وكده 3-2. الركله الخامسه للنادي الاهلي شادي محمد. لو جات جول نقول مبروك للنادي الاهلي. حمدي ادى الاشاره. شادي جول. شادي جول والنادي الاهلي بطلا للسوبر المصري للسابع وللمره الرابعه يحقق النادي الاهلي السوبر المصري. مبروك للنادي الاهلي. لكن قبل ما نقول مبروك نقول حظ اصعد للنادي الاسماعيلي.